عنوان معرض بقعة مؤلف من 23 عمل نحتي من مادتين برونز والخشب. بقعة تسمة بقعة اجت نتيجة مجموعة أسئلة بتراودني وتراود أغلبية العالم، اللي هي ما الهدف من البقاء وما السبيل إليه، كيف نتعامل مع البقاء الآني، كيف نهرب من حتمية الأزل. وبالتالي كان لابد من إيجاد توليفة خاصة بي، هي عبارة عن خليط بين الجاموس والثور بحركات مأنسنة وحيوانية أحيانا. الكرة هي عبارة عن غرض، شيء، غاية، هدف، وهي في حالة عدم استقرار دائم ما بين الفلتان والسقوط الحتمي هناك زمن، هذا الزمن هو البقاء. ملفت للنظر المعرض لأنه بيعتمد على عنصر واحد بس بكذا حالة، كتير حبيت لأنه يعني في أقوى، يعني بالنسبة للحركات دارس حركاته للعنصر مزبوط تمام، عامل إلفي بين العنصر والقاعدة، عاطي تشكيل حلو بالفراغ. وبالأصل هو الثور، يعني هو قوة، هو وجود، هو حضور، هو هجوم. ثور خرافي يحاول أن يجد ذاته في صراعه مع الأشياء. ما نشاهده هو كرة وثور أو أكثر من ثور في حالة من الصراع. الكرة هنا هي بدلالة الشيء أو الرغبة أو الهدف، فهذا الثور يصارع من أجل الوصول إلى هدفه. البرونز فيه حنية جميلة باعتباره هو معدن نبيل كمان، ولما بيكون الفنان متمكن من أدواته بيقدر أنه يمزج هالمعدن هذا برغم صلابته وأساوته، بيحسن يمزجه ويتعامل معه بحنية ويطاوعه بحيث أنه يكون يعني حنون.